أيضا فضيلة الشيخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة اجتمع أهل مكة في المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في داخل الكعب يزيل ما فيها من الأذى الذي علق بها من الكفار والمشركين، يطهرها، طهرها باطنا وظاهرا من الأصنام والمعلقات. فخرج صلى الله عليه وسلم والناس قد اجتمعوا في المسجد الحرام ينتظرون ماذا يصنع بهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم طلقاء. فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم بعد أن غفر بهم رغم ما قاموا به من معاداته وإخراجه من مكة ومضايقته صلى الله عليه وسلم، عفى عنهم كما قال الله جل وعلا في حقه: إنك لعلى خلق عظيم. نعم.